Hello dear students, I am Miss Suzanne, your science teacher on YouTube channel مدرستنا في البيت, School at Home. برحب بكل حبايبي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. النهاردة من منهج الساينس هناخد Lesson 2 من Concept 1.4. Activity number 5 بعنوان Song of Whales, يعني أغنية الحيتان. معانا أول فقرة Put Right or Wrong. Number 1, Fireflies communicate with each other through sounds. فاكرين الفايرفلايز اللي هم الخنافس المضيئة؟ طيب هل دول كانوا بيتواصلوا مع بعض عن طريق الصوت؟ اكيد لا, احنا اخدنا ان هم كانوا بيتواصلوا عن طريق الضوء. اوكي, يبقى this is wrong. ليه؟ because fireflies communicate with each other through light. اوكي, number 2, humans communicate with each other through language. This is right, لأن الناس أو البشر بيتفاعلوا مع بعض, communicate with each other through language, عن طريق اللغة. كل شعب له لغة بيتحدث بها, يعني زي العربية الإنجليزية الفرنسية, مش كده؟ يبقى احنا لما بنتكلم مع بعض بنتكلم مع بعض بلغات مختلفة. أحيانا بنتكلم in Arabic وأحيانا in English, مش كده؟ لكن في العموم الناس بتتكلم مع بعض أو بتتحدث, بتتفاعل, communicate, بتتواصل باللغات. So in this activity we are going to study how a type of whales communicate with each other underwater. في الدرس النهاردة هنعرف ازاي في نوع من الحيتان اللي هو الحوت الأحدب ازاي بيتواصل مع بعض تحت المية. يا ترى هيستخدم ايه علشان يقدر يتواصل مع بعض؟ Humpback whales او اللي هو الحوت الأحدب, هنا هو جايب الاسم بالايه, بالجامعة. اوكي, Humpback whales sing underwater to communicate with each other. الحيتان دي علشان تتواصل مع بعض بتبدأ ايه, تغني, through a songs where they sing a wide range of notes and a series of songs. بيعملوا ايه بقى؟ بيغنوا وبيصدروا مدى واسع من النبرات, يعني بيغيروا النبرة اللي هم ايه بيغنوا بيها, وسلسلة من الأغاني. ساعات بيغنوا بصوت حاد, حاد يعني رفيع زي صوت النساء, وساعات بيتحدثوا مع بعض بصوت رخيم زي صوت الرجال, فبيقدروا ايه يغيروا نبرة الصوت. اوكي, بيبقى في ساعات صوت منخفض الحدة اللي هو low pitch sound, وساعات بيعلوا الحدة دي بتبقى رفيعة زي صوت النساء. هنشوف دلوقتي ايه مع بعض. The songs of humpback whales have different sounds depending on the season. الصوت بيتغير حسب الموسم بتاع السنة, يعني في الصيف بيغني بصوت معين وفي الشتاء بيغني بصوت آخر. أوكي؟ يبقى نقول تاني, The humpback whales sing underwater to communicate with each other where they sing a wide range of notes. يعني إيه wide range of notes؟ يعني مدى واسع من النبرات, يعني عنده تشكيلة كبيرة جدا يقدر يغني بيها. أوكي؟ يقدر يعمل أصوات كتيرة جدا, وبالتالي بيعمل سلسلة من إيه؟ الأغنيات. Mm-hmm.
The songs of humpback whales have different sounds depending on the season. انتوا عارفين يعني ايه كلمة season؟ يعني فصل. هل season winter, summer, autumn, spring؟ طبعا احنا عارفين autumn و spring اللي هو الخريف والربيع. هو هنا هيتكلم على الصيف والشتاء. هيتكلم على the summer and the winter. So in winter, في الشتاء بالنسبة له بيبقى ده عبارة عن موسم التزاوج، يعني هما بيبدأوا يتزوجوا يتجوزوا في فصل الشتاء. So it is the mating season. Mating season يعني موسم التزاوج. يبقى موسم التزاوج امتى؟ In winter. هنا بقى تعالوا نشوف الصوت بتاعه بيبقى ايه في الشتاء. Their songs, أغانيهم, have high pitch sounds. High pitch sounds يعني صوت عالي الحدة. يعني عارف زي كأن حد بيسرسع، صوته حاد جدا. Okay؟ يبقى high pitch sounds which travel better through cold water. هو في الشتاء بيعمل high pitch sounds. ليه؟ لأن المية ساعة. Well, high pitch sounds بيقدر يمشي في المية الساعة أفضل من low pitch. فهو بيعلي حدية الصوت بتاعته علشان الصوت يقدر يوصل في المية الساعة. وزي ما قلنا ده موسم التزاوج، يعني هو بيعمل بيغني بيعمل أغنيات وبيعمل أصوات حادة جدا علشان يعمل ايه؟ يعمل attract الشريك بتاعه، يجذب الشريك بتاعه اللي هو ايه؟ his mate. mate يعني رفيقه او شريكه. اوكي؟ So نقول تاني، in winter it's the mating season. it's the mating season، موسم التزاوج. فاغاني بتبقى عامله ازاي؟ their songs have high pitched sounds which travel better through cold water. لان طبعا في الشتاء مياه المحيطات والبحار بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى ساقعه. فهو بيعمل high pitch sounds علشان يقدر the sound travel better in cold water. طب high pitch sounds دي
such as a بتبقى شبه ايه؟ شبه sharp voice of a woman، بيبقى صوته الصوت بتاعه بيبقى رفيع زي صوت الستات. اوكي طيب in summer بقى في الصيف الميه ايه؟ الميه بتبقى سخنه. اولا موسم الصيف هو it is the feeding season، ده موسم التغذيه، موسم اللي هما بيتغذوا فيه، فبرضه بيغني اغاني مختلفه مثلا علشان يقدروا يقولوا لبعض ان هنا في اكل to communicate. كل ده ما تنسوش ان كل الاغاني والحاجات دي عشان ايه؟ to communicate with each other. اوكي هنا بقى their songs have low pitch sounds. يعني ايه low pitch؟ انا مش بقول صوت عالي وصوت واطي، لا صوت حاد رفيع زي الستات وصوت غليظ رخيم زي ايه؟ الرجال. خلاص في الصيف their songs have low pitch sounds. بص الهاي بيبقى كده رفيع اوكي، اما اللو بيبقى تخين، صوت تخين زي صوت الرجاله اوكي. والصوت التخين ده travel better through warm water، في الميه السخنه في الصيف بنبقى عايزين الصوت بتاع الحوت يبقى عامل ازاي؟ low pitch sounds. Okay, with low pitch sounds such as the rough voice of a man. Okay, بيبقى صوته رخيم كده من جوه ايه؟ تخين غليظ غليظ. طبعا الراجل ممكن يتكلم بصوت عالي وبصوت واطي، ده ملوش دعوه بالعالي والواطي، انا بقول صوت رفيع وصوت تخين. يعني انا ممكن اتكلم كده بصوت تخين بس ايه؟ اوطي صوتي. اوكي صوتي ايه كده؟ تخين صح. Okay. Check your understanding. Choose the correct answer. The rough sound. Rough sound اللي هو ايه؟ صوت الرجالي اللي هو بيستخدمه في الصيف. Okay. The rough sound of humpback whale is not pitch sound. هل هو high ولا low؟ بص low زي الرجالي. Okay. يبقى the rough بيجي مع low. هنختار كلمة low pitch sound. The songs of humpback whales have a not pitch in winter. في الوينتر بيبقى ايه؟ high. يبقى هنا عندي higher lower rough، يبقى هختار ايه؟ higher. في المية الساقعة لازم الصوت بتاعه يبقى حاد حاد كده زي السيف. افتكروا كلمة حاد زي السيف sharp. اوكي sharp voice زي ايه؟ such of a voice of the of a woman. تمام. اما الرف بيبقى شبه such as the rough voice of a man. اوكي activity number 6 transferring information، يعني نقل المعلومات. sense organs collect information. السنس اورجنز اللي هي ايه؟ اعضاء الحواس. بتعمل ايه اعضاء الحواس اللي هو زي العين وزي الودن؟ الحاجات دي بتعمل ايه؟ بتجمع معلومات about the world around us، عن العالم اللي حوالينا مش كده. then send signals to the brain اللي هو الايه؟ بيعتبر الكنترول سنتر مش كده، فاكرين the brain is the control center، هو مركز التحكم. طب هو بيبعت اشارات للمخ عن طريق ايه؟ through nerves، من خلال الاعصاب او عن طريق الاعصاب، علشان يحصل ايه؟ for processing and understanding، عشان المخ يحلل يفسر ويفهمنا ان الحاجة دي عبارة عن ايه. اي حاجة بنشوفها سواء بنشوف اضواء سواء بنسمع اصوات، دي كلها بنستقبلها عن طريق ال sense organs اللي هو like eyes and ears. so بعد كده بنعمل ايه؟ the body send signals to the brain مش كده through nerves for processing and understanding. المخ بيبعت بعد ما بنبعت له اشارات عن طريق الاعصاب
المخ بيفسر وبيحلل وبيفهمنا، بيقول لنا ده الضوء الاحمر في اشاره المرور معناه ستوب نقف، الضوء الاخضر معناه جو امشي. اوكي، يبقى هو المخ اللي ايه بيفسر لنا. طب the senses can also be used to communicate or share information with others. بتستطيع كمان الحواس انها تعمل ايه تتواصل او تو ايه تشير المعلومات. يعني ايه لما بيجي نقول نشير حاجه على النت بيحصل ايه؟ يعني ان احنا نرسل نبعتها لاصدقائنا. طب تعالوا بينا نشوف الودان بتعمل ايه. الودان بتكشف الطاقه الصوتيه. الودن ايه الاورجن ده بتاع انهو سنس؟ بتاع سنس اوف هيرينج، مش كده؟ So ears detect sound energy to gather، علشان تجمع او to collect information from the environment and communicate with each others. يبقى الودان بتكشف الطاقة الصوتية، وبعد كده بنجمع معلومات من البيئة، وبكده بنقدر نتواصل مع الآخرين عن طريق الصوت. يعني أنا بسمع صوت فلان بعرفه بيكلمني بصوت. طبعا الكلام بتاعنا بيطلع عن طريق ايه او في شكل ايه؟ في شكل صوت. اما بنيجي نسمع اغنية، ما احنا بنسمع صوت، بنعرف الاغنية دي بتقول ايه، معانيها ايه. اوكي، طب الايز بقى لما نيجي مثلا بنتفرج على مشهد في فيلم او فيديو كليب او اي حاجة، eyes detect light energy that can travel very fast over different distances to gather، برضو بيجمع معلومات information from the environment and communicate with each others. يبقى العيون بتكشف ايه؟ الطاقة الضوئية، والتي تنتقل بسرعة كبيرة جدا عبر المسافات. ما احنا قلنا light is a form of energy، عشان كده لما اقول طاقة ضوئية يعني light. اوكي، ما تتخضوش من الكلمه اول ما تشوفوا light energy، لا، light energy is the light اللي انتوا عارفينه. اوكي، وبعد كده بنجمع معلومات من البيئه and then communicate with each others. طب تعالوا بينا نشوف examples of information that the eyes receive. عايزين نشوف بعض الأمثلة من المعلومات اللي ممكن عنا تستقبلها. زي ايه؟ اول حاجة زي الترافيك لايت، اشارات المرور. seeing the red traffic light means what؟ معناه ايه؟ معناه that you must stop. اول ما تشوف الضوء بتاع اشارة المرور احمر، ده معناه ايه؟ means you have to stop or you must stop، لازم تقف. طيب في حاجة تانية، people use a rescue flare to get help. ايه ال rescue flare ده؟ دي عبارة عن شعلة بينوروها في حالة لما بيبقوا عايزين انقاذ. اوكي، علشان لو حد شايف من بعيد الشعلة دي، او في طيارة من فوق، افرض حد مثلا تاه في مكان في صحراء، فبيعمل ايه؟ بيولع نار او بيعمل شعلة كده علشان الطيارات اللي فوق تشوف الشعلة وتعرف ان هنا في اشارة، في حد طالب انقاذ. اوكي، يبقى number one، seeing the red traffic light means that you must stop. example تاني، people use a rescue flare to get help، علشان تطلب انقاذ او مساعدة بتقوم ايه؟ مستخدمة الريسكيو فلير. طب حاجة تانية، people use signal fires to communicate over distances of many kilometers. افرض انا على بعد كيلومترات كتيرة جدا من حد، اوكي، في وقت حرب او في اي وقت عايزين انقاذ، بيعملوا ايه؟ بيقوموا مولعين نار كبيرة جدا علشان عايزين يبعتوا بيها رسالة، لان النار الكبيرة دي هتبان في المسافات البعيدة. اوكي، يبقى people use signal fires to communicate over distances of many kilometers. يبقى عندنا الريسكيو فلير
دي ما تنفعش في الكيلومترات البعيدة قوي، دي بيمسكها هو فوق، ممكن الطيارات اللي بتبقى في السماء هي اللي ايه ممكن تشوف الريسكيو فلير. اما لو عايزين يبينوا او يبعتوا اشارة عبر مسافات كتيرة من الكيلومترات لازم يستخدموا ايه السيجنال فايرز. كمان في العديد من الرحالة او المسافرين اللي بيستخدموا المرايات. طبعا انتوا عارفين لو احنا مسكنا المراية كده في ضوء الشمس مثلا بيحصل ايه، بيعكس عامل زي الضوء صح، بيعكس ضوء الشمس، فدي كأني انا ماسكة هنا ايه حاجة بتطلع نور. بيستخدموا المرايات دي لجذب انتباه هليكوبترات الانقاذ. اوكي، يبقى many hikers، hikers يعني رحالة، او travelers يعني مسافرين، use mirrors بيستخدموا ايه مرايات. ليه؟ to attract، كلمة attract يجذب، زي بالظبط ما الدولفين بيغني to attract his mate بيجذب الشريك بتاعه او اللي هو هيتزوجه، نفس الحكاية هنا many hikers use mirrors to attract the attention of rescue helicopters علشان يجذب انتباه الهليكوبترات بتاعت الايه بتاعت الانقاذ. طب هنخش دلوقتي على حاجة اسمها codes and transferring information. عايزين نعرف يعني ايه كود. كود بالعربي يعني شفرة. الكود ده بيبقى ازاي؟ بصوا الكود ده ممكن يكون عبارة عن كلمات او ارقام او اشارات، المهم بتبقى لغة مختلفة عن اللغة اللي احنا بنتكلمها خلاص. لكن الكود ده ممكن تكون اشارة زي ما بقولك، اول ما تشوف الاشارة دي انت على طول بتفهم، هتشوفها دلوقتي لما نيجي نشوف الامثلة. يبقى humans use codes to transmit information. المهم دلوقتي تعرف ان الناس البشر عموما ممكن يستخدموا الكودز اللي هي الشفرات علشان ينقلوا بيها المعلومات. طيب what's the meaning of a code in English؟ يعني ايه كود؟ definition بتاع الكود يعني ايه؟ it is a pattern that has meaning. احفظوها كده، هو عبارة عن نمط او ترتيب لحاجة معينة ليها معنى، هنشوفها دلوقتي الحاجات دي. بس المهم تعرفوا ان الكود is a pattern that has meaning. A pattern that has meaning. تعالوا بينا نبدأ نشوف الاكزامبلز. بصوا هنا على الصورة، واحد لما بيرفع الصبع الكبير ده كده، يعني ده ايه؟ ده حاجة good or bad؟ This is a good thing، مش كده؟ good يعني بيديله اللايك، مظبوط؟ بيديله ايه اللايك؟ طب لما بينزل صبعه لتحت يعني this is a bad thing، ده حاجة مش كويسة bad، او بيديله dislike خلاص؟ يبقى مثلا example من الكود thumbs up الابهام لفوق، or thumbs down الابهام اللي هو الصبع الكبير ده down. اوكي، يبقى دي فوق او تحت دي معناها good and bad. طيب بالنسبة للترافيك لايت عندنا الضوء الاحمر the red light means يعني ايه؟ means stop. the green light means go. اوكي، الضوء الاحمر معناه stop او قف، الضوء الاخضر معناه ايه؟ معناه هتمشي خلاص. طيب يبقى this is a code، يعني ايه كود؟ ما هو مش بالكلام، انا ما قلتلكش good or bad، انا بمجرد عملتلك كده بصبعي انت فهمت ان دي حاجة كويسة. this is a code، دي حاجة ليها معنى، عملت اشارة ليها معنى، مظبوط؟ زي بالظبط الضوء الاحمر، انا ما سمعتش حد قال لي stop، مجرد ما شفت الضوء الاحمر الأورجن بتاع السنس بتاع السايت اللي هو العين شاف الضوء فهم على طول، بعت إشارة للمخ، المخ قال له قف خلاص. تمام، يبقى نقرأ الإكزامبل دي تاني thumbs up or thumbs down and traffic lights can be used to express simple meanings.
الحاجات دي ممكن نستخدمها علشان نقول معاني بسيطة like good, bad, stop, go. تمام؟ اوكي. حاجة تانية هنا البنات بصوا بيعملوا expressions on faces. في بنت قاعدة شكلها زعلان وفي بنت تانية شكلها مبسوط. عرفنا منين؟ من تعبيرات الوش. يلا نقول in English expressions on faces. اوكي expressions on faces are codes. دي عبارة عن اشارات. انا ممكن بوشي اعمل كده بطريقة معينة اللي قدامي يفهم ان انا زعلان او ان انا غضبان او ان انا مبسوط بتعبيرات الوش. اوكي so expressions on face are codes. زي ما قلنا thumbs up, thumbs down and traffic lights دول كلهم عبارة عن codes. والexpressions on face are codes that can help people predict our feelings. ممكن يتنبأوا بإيه؟ بأحاسيسنا. يعني ماما أول ما تشوفني وأنا داخل من المدرسة مثلا جايب 10/10 ومبسوط ده بيبان على وشي صح؟ بيبان على الإكسبريشن بتاعي on my face. ولو حد تاني مثلا النهاردة كان اليوم مش ظريف بالنسبة له ممكن يبقى داخل كده بوشه باين ان هو حزين, وشه باين على ان هو sad, he's not happy, he's sad, مش كده؟ اوكي يبقى كل الاكسبريشنز اللي هي on our faces are codes that can help people predict our feelings such as happy, sad, angry, etc. طيب في كود تاني اللي هو the language. اللغة دي عبارة عن كود. Language is a code in the form of sounds. احنا لما بنيجي بنتكلم بلغتنا اي لغة كانت Arabic or English مش احنا بنعمل اصوات؟ تمام؟ طيب different languages are different codes. لو انا اتكلمت بالعربي دلوقتي قدام واحد ما بيفهمش عربي هيفهم؟ مش هيفهم لان دي كود معين مش اي حد يفهمه that are used to transfer information. انا ممكن اتكلم بالعربي مع واحد تاني احنا نفهم بعض وجنبنا واحد تاني مثلا فرنساوي او انجليزي هو ما بيفهمش عربي هيبقى واقف كده مش فاهم اي حاجة. تمام؟ لان language is a code. كل دي شفرات. الشفرة دي عبارة عن حاجة مش كل الناس تقدر تفهمها. في طبعا international code اللي هو code كل الدول تعرفها زي اللايك والديسلايك والحاجات دي. وفي languages كل شعب بيتكلم بلانجويج مختلف. So language also is a code. Writing is a code that uses symbols in a pattern to give a specific meaning according to the arrangement of letters in a word. تعالوا بينا نشوف ال A B C الحروف دي موجودة في الإنجليش وموجودة في الفرنش. في الإنجليش بنقول A B C, في الفرنش بنقول A B C. طيب الفرنش والإنجليش بنكتبهم بنفس الألفابت. الألفابت هي هي, الأبجدية هي هي, بس اللي ما بيفهمش فرنش هيشوف ال A B C مش هيعرف يفهمها مع انه بيفهمها في الانجليش. تمام؟ يبقى writing also is a code that uses symbols in a pattern. احنا بنستخدم ال ABC. زي مثلا تعالوا نشوف كلمة bad بالانجليش بتتكتب ازاي؟ B-A-D مش كده؟ طيب لو غيرت ال A وحطيت E هتبقى B-E-D, هتبقى bed, هتبقى اسمعناها سرير. يبقى شفتوا ازاي ممكن الحروف ازاي نبدلها ونستخدمها تديني معنى تاني؟ يبقى هي الرايتنج ده عبارة عن كود that uses symbols in a pattern to give a specific meaning according to a to the arrangement of letters in a word حسب ترتيب الحروف في الكلمة.
يعني كلمة man M-A-N يعني رجل. طب البلورال بتاع man ايه؟ man، بس بتكتب ازاي؟ M-E-N صح؟ الجامعة بتاع، يبقى احنا شلنا A وحطينا E، المعنى اتغير، يبقى according to the arrangement of letters in a word. طيب عندنا حاجة تانية عبارة عن كود، music or sounds. زمان يا جماعة أيام ما كان في حروب، الحروب القديمة كان في حاجة بيقول لك عليها إيه؟ اسمها ودقة طبول الحرب. أوكي؟ وفي جنود مخصوصة بتطلع تدق على الطبول بطبلة معينة بنغمة معينة، العساكر يعرفوا إن إيه؟ الحرب بدأت. أوكي؟ يبقى الموسيقى نفسها ممكن تدي معاني. Different sound tones produced from humans or musical instruments can be used in communication. يبقى صوت الآلات الموسيقية أو صوت الإنسان نفسه ممكن يديني إيه؟ تعبيرات مختلفة. يعني ممكن الإنسان وهو بيتكلم صوته باين إن هو فيه غضب، أو صوته باين إن هو مبسوط. بالظبط برضو الطبول، الطبول دي احنا ممكن نستخدمها في الافراح، ممكن نستخدمها في المارشات العسكرية اثناء الاحتفالات العسكرية، وممكن اثناء الحروب. اوكي؟ يبقى الميوزيكال انسترومنتس دي بتعمل ايه؟ produce sounds، مش كده؟ الالات الموسيقية بتعمل ايه؟ بتطلع اصوات. فالديفرنت sound produced from humans or musical instruments can be used in communication. مجرد ما بنسمع المارشات العسكرية بنعرف ان في احتفال عسكري من غير ما حد يقول لنا. تمام؟ مجرد ما بنسمع عزف مختلف زي الطبول اللي بتتعمل في الافراح بنعرف ان في زفة عروسة. مظبوط؟ يبقى هنا برضو الميوزيكال انسترومنت استخدمناها في الايه؟ في الكوميونيكيشن. عندنا حاجة تانية اسمها لايت هاوسز، اللي هي ايه؟ الفنارات. الفنارات دي بتبقى موجودة فين؟ على السواحل في البحر. ليه بقى؟ علشان المراكب وهي جاية بالليل تعرف تاخد اتجاه الفنار عشان تبدأ تخش في الميناء، لان طبعا بالليل خصوصا ايام الشتاء لما الدنيا تظلم ما بيبانش في البحر الاتجاهات، بقى البحار هيروح في الشمال ولا يمين. لكن اول ما يشوف اللايت هاوسز اللي هي الفنارات بتولع وتطفي تولع وتطفي، هي بتقول له اتجه ناحيتي، تعالى ناحيتي، هتلاقي الايه؟ المينا هنا من الناحيه دي عشان المراكب ما تتوهش. يبقى اللايت هاوسز ساند كودز، بيبقى فيه زي ايه؟ لمبه كده منوره بتدي سيجنالز، بتطفي وتنور، بتطفي وتنور، تدي اشاره، دي عامله زي الكود بيقول له تعالى ناحيتي. In the form of flashes. Flash يعني ايه؟ ومضات، تطفي وتنور، تطفي وتنور. اوكي؟ That tell sailors where they are. بتقول لهم انتوا مكانكوا فين. عاملة زي الجي بي اس، بتدي دليل. اوكي؟ بتدلني عشان اروح في انه اتجاه. يبقى كل دي عبارة كانت ايه؟ عن شفرات. تمام؟ طب when sense organs receive this information and send messages to the brain decodes and interprets the meaning. يعني ايه كلمة decode؟ يعني يفك الشفرة. يفك الشفرة يعني ايه؟ يعني يفهم معناها. زي انا لما اعمل كده بصبعي شكل اللايك، المخ بيفهم وبيقول لك ده مش عبارة عن ايد عاملة كده، لا ده قصده يقول لك لايك، ده قصده يقول لك جود. تمام؟ يبقى the brain decodes يعني يفك الشفرة، and interprets بيفسر المعنى. بيفسر ايه؟ المعنى. اخر check your understanding في الدرس ده، تعالوا نشوف كده complete. number one sense organs collect information. أعضاء الحواس بتجمع المعلومات about the world around us and send signals، وبتبعت إشارات لمين؟ to the brain. very good. هتحطوا هنا كلمة brain through ايه؟ من خلال ايه؟
من خلال الأعصاب the nerves through nerves for processing and understanding، بتبعته للمخ عن طريق الأعصاب علشان التفسير والفهم، عشان المخ هو اللي هيفسر ويفهمنا. Number two, the نقط نقط is a pattern that has meaning. انا قلت لكم الديفينيشن دي تذاكروه، ده الديفينيشن بتاع ايه؟ بتاع كلمه كود. كود is a pattern that has meaning. pattern يعني اسلوب حاجه، قد تكون اشاره، قد تكون حركه بايدي، قد تكون ضوء، قد يكون صوت، اوكي، اي حاجه من دي، قد تكون كتابه، لغه، دي كلها عباره عن كود. هي pattern شكل معين من الاشياء بس ليها معنى، اوكي. يعني مثلا كلمه صباح الخير دي بالعربي، بالانجليزي بنقولها ايه؟ good morning. بالفرنسي بنقول ايه؟ bonjour. بصوا كل كلمه دي عباره عن كود، اوكي. bonjour الفرنساويين هم اللي هيفهموها او اللي يعرفوا الفرنساوي. good morning اللي بيفهموا انجليزي، صباح الخير اللي بيفهموا عربي، تمام. يبقى دي كلها ايه؟ عباره عن كود، لازم المخ يعملها دي كود. دي كود يعني يفك الشفره ويفهمنا الكلمه دي او الشكل ده معناه ايه، اوكي. ارجو ان انتوا تكونوا فهمتوا الدرس ده، وان شاء الله نتقابلوا في الفيديو الجاي مع درس جديد. باي باي.